زهرة أبو مزراق مرشدة سياحية من بين 314 مرشدة على المستوى الوطني. نحن كنمثل بالضبط كنمثل الجهات الجنوبية الثلاث، وبالأخص كنمثل جهة قليميم وادي نون. هذا الجهة اللي تعرف 20 مرشد سياحي كلهم ذكور، أنا الوحيدة اللي عنصر نسوي من بينهم، وكنتمنى إن شاء الله هذا المجال اللي فيه احتكار للذكور أن النساء تتجه له أكثر. بالنسبة لمدينة قليميم أو جهة قليميم وادي نون، لأن إذا جينا نتكلموا عن تطوير السياحة في إقليم قليميم، فما يمكن نتكلموا عن الإقليم فقط، ولكن نتكلموا على مستوى الجهة، لأن الجهة جهة قليميم وادي نون حباها الله بمجموعة من الخيرات الطبيعية. عندنا مجموعة من البحار، يكفينا افتخارا أن عندنا أكبر شاطئ في إفريقيا اللي هو الشاطئ الأبيض، أضيف إلى مجموعة من شواطئ، شاطئ سيدي إفني، شاطئ الجزيرة، شاطئ ميرلفت، مجموعة من شواطئ أخرى اللي نحن مازلنا كنكتشفهم على مستوى الجهة ديالنا، شاطئ الطنطان. كذلك عندنا واحات، عندنا حامات معدنية، عندنا كثبان رملية هون في جهة قليمي مواتنون، يعني عندنا حتى شكل مرزوقة مصغرة عندنا هون في الجهة. عندنا كذلك شلالات، عندنا مآثر تاريخية اللي نعتز ونفتخر بها، يعني عندنا واحد الكم ضخم فقط خاص اللي نسق من بينه باش أنه يخرج للعالمية. والحمد لله يعني نحن كمرشدين سياحيين نقوم بما هو واجب علينا، يعني أننا كنعود سفراء لهذا الجهة أمام العالم، كنحاول أننا جاهدين باش أننا نعرفوا بهذا الجهة هذه، لكن وحدنا ما يمكن نعدلوا شيء، خاص تضافر الجهود مع مجموعة من المتداخلين. يعني من كنتكلم عن جموع المتداخلين، ما يمكن واحد الجهة وحدها هي اللي لاهي تنهض بهذا القطاع هذا، وهي اللي لاهي تمحورنا، أو أن هي اللي لاهي تخرج لنا هذا العصارة اللي إلى جمعنا هذا شيء كامل شيء كامل شيء على مستوى الجهة، راه غادي يخرج على واحد العصارة جميلة جدا في المجال السياحي. إذا حتى شي قطاع ما يقدر يقول لك على أنه هو وحده يمكن ينهض بهذا الجهة، لأن كيف نشوفه مؤخرا، يعني كاينين بعض الأشخاص اللي كيقولك على أنهم راهم كيحاولوا أنهم يجيبوا مستثمرين ويجيبوا كذا، ولكن للأسف شديد واش هذوك الناس اللي جابهم هل هم يعني لديهم الخبرة باش يعرفوا شنو اللي يمكن يسوقوا لهذا الناس اللي المستثمرين اللي جاينا للجهة. إذا المستثمر سابق ما نجيبه، يالتي أنني نوجد واحد الأرضية هذه اللي فيها أنني نسوق شنو اللي عندي في الجهة. الجهة الحمد لله يعني مولانا حباها بكل خيرات، يعني فقط خاص تطويرها والنهوض بها، هذا هو اللي خاص. هذه الجواب عنها فقط بابتسامة، لأن شنو نقول لك، احنا على مستوى جهة قليميم وادي نون او الاقاليم الجنوبية الحمد مولانا، يعني ان كاين واحد شوي الاقتصاد شوي الحمد لله، ولكن للاسف الشديد احنا كيحز في نفسنا من يكونوا اصدقائنا في مدن ثانية كنشوفوهم كاين اللي كيبيع الاثاث ديالو من اجل باش انه يعيل الأسرة ديالو في هذه الفترة العويصة جدا، لكن الحمد لله اللي كنقول على أن المرشدين على المستوى الوطني فهم أسرة واحدة، اللي خلانا أننا نتعاونوا مع بعضنا البعض باش نحاولوا أننا نخفوا من حدة هذا الجائحة هذه. ولكن الحمد لله يعني نحن كيف قلنا بأن الوزارة ديالنا احتضنتنا، وكذلك ومن هذا المنبر نقدم لها الشكر الموصول من هذا المنبر، ونشكر كذلك مندوب ديالنا مندوب السياحة على
مستوى جهة إقليمية موادنون، ونشكر كذلك رئيس الجمعية الجهوية وكافة أعضاء الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين، لأنهم كيف قلت على أن ما عمرنا حسينا أننا كان خاصنا خصاص، بل بالعكس نحن كان تعاون مع بعضنا البعض في ظل هذه الجائحة هذه. يعني هذا هو اللي خلانا أننا نستنشقوا الأكسجين شوي شوي حتى جانا المنقذ من الوزارة. مشكور. شكرا التفاتكم لهذا الفئة هذه، لحقيقة أول فئة تضررت من سلبيا من آثار هذا الجائحة على المستوى الوطني هي الفئة السياحية، لكن الحمد لله يعني هذا الفئة هذه ديال المرشدين السياحيين حباها الله بواحد الوزارة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اللي ما تخلاوش على هذا الفئة هذه، والحمد لله أنهم تحتضنوا بواحد الدعم، ولو أنهم قدوا نقولوا على أنه رمزي، لكن الحمد لله نقدوا نقولوا على أنه شوي اللهم كيف نقولوا نحن البيضان، اللهم العمش ولا العمى. يعني هذا 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 التفاتة من الوزارة حقيقة خلات هذا المرشدين أنهم يزيدوا يطوروا من 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 وسائل الدعم فيما بينهم، لأننا نحن داخل المملكة المغربية نعتبر ريوسنا على أننا أسرة واحدة، كانت كافلو كانت تعاونوا مع بعضنا البعض، وهذا هو اللي خلى المرشدين السياحيين أنهم يتعاونوا مع بعضهم، إضافة إلى الوزارة اللي احتضنتهم في ظل هذه الجائحة هذه. بالنسبة للقطاع السياحي على مستوى جهة إقليمي موادنون، يعني حقيقة بزاف ديال الناس لا يقولوا على أن هذا القطاع ما كان ولا يعني ضئيل جدا، ولكن بالعكس يعني مع هذا الأزمة، يعني مع هذا في ظل هذا الجائحة، عرفوا على أن قطاع السياحي راه عنده واحد جانب إيجابي في الجانب الاقتصادي بالنسبة لجهة، يعني كيساعد اقتصاديا على مستوى جهة إقليمي موادنون. للأسف يعني كيف نشوفوا على أن عندنا منشآت، فنادق، عندنا مقاهي، عندنا مجموعة، عندنا مآوي سياحية، عندنا ياسر من 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 منشآت سياحية على مستوى جهة إقليمي موادنون، إلا أن للأسف الشديد كيف نشوفوا في ظل هذا الجائحة عرفت واحد الكساد، واحد تدني في الجانب الاقتصادي. حقيقة كنت أسفو بالنسبة لهذا الناس اللي كيسيروا هذا المنشآت هذه، ومرة أخرى كنشكروا الوزارة لأنها احتضنت ولو هذا، ولكن على الأقل هذا الوزارة دارت واحد الاكتفاتة لهذا القطاع هذا اللي هو حيوي، وقطاع اللي هو يعتد به بالنسبة للاقتصاد ديالنا المغربي. كيف ترون مستقبل السياحة في المدينة، وهل ما يقام به في الشأن التطويري كافي في نظرك؟ بالنسبة لجهة إقليمي موادنون، هي واحد الجهة اللي حباها الله مجموعة من نقدر نقولوا على أنا واحد سلسلة، واحد حلقة، يعني شي كيكمل شي. الجهة الوحيدة اللي على مستوى المملكة المغربية اللي فيها البحر، فيها الواحة، فيها الجبل، فيها الحمامات المعدنية، فيها صخور المآثر التاريخية، يعني فيها تحضر، فيها تمدن، يعني فيها مجموعة ديال الأشياء السياحية اللي حقيقة يالطنا نفتخر بها.
نشكر جريدة نون بوست الالتفات لهذا الشريحة هذه في المجتمع اللي هي شريحة المرشدين السياحيين واللي لها دور كبير في النهوض بالقطاع السياحي. للعكس على مستوى الجهة كنشوفوا بأن هناك عدة قطاعات اللي كتهمش هذا الفئة هذه وكتحاول تشتغل وحدها. كنقول لها من هذا المنبر على أن المرشد السياحي فهو دليلك داخل هذا الجهة وهو اللي له يفيدك في مجموعة من المشاريع المستقبلية والأفكار، لأن الوزارة ديالنا نحن فقط موجات وخرجتنا أو أعطتنا أمانة اللي هي كبيرة باش نكونوا سفراء ديال الدولة ديالنا، إلا أن عرفت على أننا نحن خبراء في المجال، لدينا خبرة الحمد لله، وكذلك لدينا قانون اللي كينظمنا اللي هو 5/12. وكلمة أخيرة في حق هذا المنشأة هذه اللي نحن فيها درك، واحدة فندقية وزيسبال معروفة كتشرف مدينة جهة إقليمية موادينون، وكنشكروا الناس الساهرين على هذه الوحدة هذه جزيل الشكر والاحتضانهم لنا كذلك كنشكرهم، ونشكركم مرة أخرى وشكرا على الإطالة.